في بغداد وتحديدا منطقة البياع تعتمد أم عبد الله حالها حال بقية الأهالي هنا على هذه الآبار، معاناة تتفاقم يوميا بسبب شح مياه الإسالة الذي يدفع المواطنون أموال جبايتها برغم نقصها. اللجوء لحفر الآبار حل وحيد لعبور الأزمة. مي ما عندنا نهائي، فاضطرينا نحفر الآبار. حفرنا آبار، هسه حياتنا كلها على الآبار، نغسل، الأكل، كله على المي البير. فيجينا أبو المي يقول عليكم إنذار، جتني قبل شهرين، غرامة 500 على أساس. فما رحت ولا راجعت، قلت له إذا أوصل المدير أتعارك وياه بصراحة، لأن مي ما موفر للمدير، على شرط أدفعان هي الورقة 500. المشكلة كل سنة تتجدد، يعني كل سنة تتجدد مشكلة المي، من الشهر السادس وفوق يعني. يعني صار لحد الان البياع منطقه البياع محله 817 زقاق 18، احنا صار لنا تقريبا اسبوع ماكو مي. يجينا يمكن كل اربع ايام خمسه، هاي لو نتبس دبه لو ما نترس. والله العظيم هاي على البير والمي سيان تكرمين، يعني نغسل بيه جسمنا، حتى عندي بنيه طقعت من فوق لجوا. دائره ماء بغداد لم تتهرب من المشكله، وبينت ان مناشدات الاسر تصلها. أيام معدودات ونجد حلا للأزمة، يقول مسؤول ماء العاصمة. الشكاوي جتنا خلال هاي الأسبوعين اللي مضت، احنا مباشرة توجهنا للموقع، شفنا منين نقدر نجهزهم بكمية مي إضافية بضغط إضافي. بدأوا يشتغلون الجماعة مباشرة، المخططات، التصاميم مالتنا، ما نقدر نضخ 24 ساعة، لأن كميات المي اللي ده تجينا ابتداء من النهار ولغاية ما يوصل للمواطن هي، يعني احنا هسه دنسوي فد عملية معينة انه نجمع ونضخ. بهذه الآليات البدائية يخزن الماء لاستخداماتهم اليومية. سكان البياع في كرخ العاصمة ينتظرون حلا لمعاناتهم، والأمثلة المماثلة كثيرة في مناطق أخرى أيضا. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.